الجميع يعيد حساباته في سوريا ما يجب ان نتعلمه من حرب العراق واجتماع العقبه امن القيام المؤقت اولا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجميع يعود الى سوريا ويعيد حساباته مع سوريا والسؤال الذي يجب ان يطرح نفسه الان من هو الذي يعود الى سوريا؟ الجامعه العربيه الحضن العربي يعود الى سوريا ام الفشل الذي اجبر هذه الدول العربيه بالعوده حاليا الى سوريا؟ من خلال بوابه الزلزال وذريعه المساعدات الانسانيه، طبعا عمل مشكور ان يهرع او تهرع الدول العربيه الى تقديم مساعدات الى سوريا بعد هذا الزلزال المميت والكارثي، لكن في نفس الوقت يجب ان نتعاطى هذه العوده التي ما تزال خجوله وعلى استحياء بالرغم من ان وزير الخارجيه المصري ومصر تعتبر هي الان الدوله الكبرى في جامعه الدول العربيه ذهب الى سوريا وذهب ايضا الى تركيا اقول هذه العوده ما تزال يعني خجوله يفترض الاعلان المباشر من قبل جامعه الدول العربيه برفع التعليق الذي فرضته على عضويه سوريا في هذه الجامعه لا اريد ان اناقش خلفيات تاسيس جامعه الدول العربيه ومن الذي يقف خلفها، لكن كما تعلمون البعره تدل على البعير واثار الاقدام تدل على المسير. نحن نلاحظ تعاطي الجامعه العربيه مع الازمات الخطيره الكبيره التي عانتها الامه العربيه تحديدا منذ نكبه فلسطين وحتى اليوم، هذا التعاطي يفضي بالنهايه يؤدي بالنهايه الى تعزيز وجود هذا الكيان الصهيوني اللقيط والى تحقيق مصالح واهداف واجنده الدول الكبرى التي اسست الكيان الصهيوني اللقيط وخصوصا طبعا الدول الغربيه. فيما يتعلق بالتطورات التي جرت مؤخرا هي ليست جديده يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة هنالك زيارات عديدة قامت بها بعض الدول يعني وزراء خارجية الدول مهمين في المنطقة وكان لهم دور كبير في دعم الحرب العالمية التي شنت على سوريا لإسقاط الدولة السورية منذ العام 2011 قامت بهذه الدول أرسلت مبعوثيها إلى دمشق منذ فترة ليست بالقليلة يعني حتى مثلاً خلال تلك الازمه بعد 2011 بعض الدول لم تقطع اتصالاتها مع سوريا بل حتى تركيا التي كانت تقف وهي دوله غير عربيه طبعا نتحدث الان عن الجانب الاخر من هذه الازمه حتى تركيا وهي يعني قادت الحرب ضد سوريا وتحديدا ضد الرئيس بشار الاسد كان الرئيس رجب طيب اردوغان يعطي انطباعا ان لديه مشكله شخصيه مع السيد بشار الاسد وكان يصر على ان يسقط الرئيس بشار الاسد لا خلال تلك الازمه كان هنالك تعاون امني على قدم وساق وجرت اتصالات بين القاده الامنيين والمسؤولين الامنيين في البلدين. دول مثل الامارات العربيه المتحده مثل عمان اعادت فتح سفارتيهما في سوريا قطر التي قادت من الجانب العربي تلك الحرب العالميه في جزئها الخطير على سوريا لاسقاط الدوله السوريه ايضا مدت جسورها مع الدوله السوريه عبر قنوات مختلفه والمهم الان الكل الان يبحث عن ذريعه للعوده الى سوريا والذريعه وجدوها في الزلزال الاخير الذي اولا يعري وجوه كل من لا يدعم سوريا وبالنتيجه هم شافوا ان الحشد الشعبي تحديدا في في العراق وشاهدوا ايضا الحرس الثوري الايراني وهم عندهم مشكله يعتبرون الحشد الشعبي يعتبرون الحرس الثوري من مفاعيل المفاصل الرئيسيه التي تواجه طموحات التمدد الاسرائيلي وطموحات تمدد ما يسمى بالتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني اللقيط فبذريعة النواب ليش نكرر تجربة العراق وحسب ما يزعمون يعني أنا هذا اللي شفته في تقاريرهم أنه احنا تركنا العراق لوحده منذ العام 2003 فإجت إيران ملأت الفراغ بهذه الحجة أيضا سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لكسر قانون قيصر من قبل الدول العربيه بحجه انه حتى احنا يعني نحاول ان نجذب سوريا الى جانبنا وما فشلت الحرب في تحقيقه في تفكيك العلاقه الاستراتيجيه الوثيقه بين ايران وسوريا يمكن من وجهه نظرهم لهذه العوده لهذا الدعم المالي الكذا الاغاثوي وبعدين وعود ب إعادة بناء ما دمره الزلزال المساعدة طبعا، وإعادة بناء ما دمرته الحرب التي هم أشعلوها على أمل أنه يعني يتم إيجاد تفكيك بين في العلاقة الاستراتيجية بين إيران وبين سوريا من جهة وبين إير... وبين سوريا وعموم محور المقاومة من جهة أخرى. لكن الرئيس السوري بشار الأسد ومع أنه رحب بفكر بهؤلاء الزائرين العائدين اليه وبغض من يعني من من البرلمانات العربيه وزير الخارجيه المصري قبله وزراء خارجيه اخرون رحب بهذه العوده الا انه بقي على موقفه منذ فتره طويله ولحد الان فيما يتعلق بالعلاقه الاستراتيجيه مع سوريا، الان اكو حديث عن اتفاق جديد للتعاون الامني والدفاعي تم ابرامه مؤخرا بين ايران وبين سوريا من مفاعيل هذا الاتفاق حسب ما سربت بعض وسائل الاعلام الايرانيه حتى الآن هو ان تقوم ايران بتزويد سوريا بانظمه دفاع جوي متطوره صواريخ متطوره للدفاع الجوي، هذا الامر طبعا يجعلهم في حيره من امرهم انه نحن اذا لا نستطيع أن نعيد سوريا إلى الجامعة العربية يعني إلى الحضن العربي يعني إلى الحضن التطبيع في ظل تطور هذه العلاقات واستمرار هذا التطور في العلاقات الإيرانية السورية مع ملاحظة أنا هنا أريد أن أسجل إلى أن أولا الجمهورية الإسلامية الإيرانية القادة الرسميون في الجمهورية الإسلامية لم يعلنوا علنا عن نيتهم تزويد سوريا بأنظمة صواريخ متطورة، ليش؟ مع ان صحيفه رسميه او شبه رسميه مثل صحيفه طهران تايمز سربت مثل هذا النبأ ونقلت ايضا التلفزه الرسميه في الجمهوريه الاسلاميه امكانيه تحدثوا عن امكانيه ان تقوم ايران بتزويد سوريا بصواريخ ارض جو متطوره. اقول لان ايران ملتزمه حتى هذه اللحظه بالقرار الدولي 22 31 الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي تمت المصادقه عليه في العشرين من تموز يوليو 2015 شنو هذا القرار هذا القرار صادق على ما سمي بالاتفاق النووي خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران وبين الدول الكبرى خمسة زائد واحد الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا، المانيا، بريطانيا، والصين، وروسيا. هذا القرار رفع في ذلك الوقت ست قرارات امميه دوليه، فرضت حظر وعقوبات امميه دوليه على ايران، وايضا تعهد هذا القرار برفع حظر بيع ايران للسلاح، بيع ايران للسلاح في اكتوبر حتى اكتوبر 2000 يعني هذه السنه 2023. ايران لا تريد ان تعطي الذريعه للغرب وطبعا الولايات المتحده الامريكيه انسحبت من هذا الاتفاق النووي وحاولت خلال الفتره الماضيه ان تعيد لانه اكو شرط ايضا في هذا القرار ان تعود كل العقوبات الامميه مره واحده وفق قاعده يسموها الاصبع على الزناد سناب باك سناب باك هذا سناب باك يعني يتيح لمجلس الامن الدولي ان يعيد فرض العقوبات اوتوماتيكلي على ايران اذا قامت بنقض هذا الاتفاق خاصه ما يتعلق بهذه الفقره يعني فقره تزويد الدول في المنطقه او بيع سلاحها الى دول المنطقه في المنطقه لذلك انا اعتقد الان هم ايضا سيتريثون في الجامعه العربيه حول عوده سوريا الى الجامعه العربيه ليروا انه هل هذا القرار تمتت يعني هل إيران بالفعل زودت سوريا بهذه الأنظمة من الصواريخ المتطورة مع أنني أجزم أن إيران لن تفعل ذلك الآن على الاقل حتى أكتوبر المقبل لأن هنالك أيضا مساعي تقوم بها الدول الثلاث لترويكا الأوروبية ألمانيا فرنسا بريطانيا بتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية على أن تعود العقوبات الأممية مرة أخرى على إيران في مجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده في سبتمبر المقبل بذريعة أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في أوكرانيا مع أنه لم يثبت ذلك على الإطلاق الآن أيضا قد يتحججون بمثل هذه الحجه، والايرانيون عرفوا ان يسربوا مثل هذا الخبر لجس النبض ولتحقيق اهداف اخرى تدعم عوده سوريا التي يحتاجها العرب الى الجامعه العربيه، مع ان سوريا لا تحتاج العوده الى هذه الجامعه العربيه، العرب يدركون جيدا وقالها وزير الخارجيه المصري ان دور سوريا فاعل ومهم جدا في تعضيد ما تزعم الجامعه العربيه من انها تقوم به لحل ازمات مستعصيه في المنطقه ابقوا معنا ما يجب أن نتعلمه من حرب العراق هذا عنوان لتقرير كتبه الدكتور إميل نخلة وهو كبير مسؤولي المخابرات المتقاعدين والمدير المؤسس لبرنامج التحليل الاستراتيجي للإسلام السياسي التابع لوكالة المخابرات المركزية والمعهد العالمي وسياسة الأمن القومي في جامعة نيو مكسيكو منذ تقاعده من الحكومه استشار نخله في قضايا الامن القومي يعني تمت استشارته ولا سيما فيما يسمى بالتطرف الاسلامي والارهاب والدول العربيه في الشرق الاوسط وهو عضو مدى الحياه في مجلس العلاقات الخارجيه. اذا هذا الشخص المهم جدا لدى وكاله المخابرات الامريكيه والامن القومي تقريره يعد مهما جدا يعني او يجب على الاقل ان نلتفت اليه والى امثاله. احبائي هذه الايام تكثر مثل هذه التقارير مع اقترابنا من الذكرى العشرين لغزو العراق. الغزو الذي تحقق في مارس اذار 2003 قادت الولايات المتحده الامريكيه ائتلافا دوليا غزو العراق كانت الذرائع كما كررنا سابقا بس التأكيد مهم والتكرار مهم. كانت الذرائع او الذريعه الكبرى هو تطهير العراق من اسلحه الدمار الشامل. طبعا بعدين ذكروا قضيه ان يقيموا في العراق ديمقراطيه نموذجيه ستكون نموذجيه في منطقه الشرق الاوسط. من نتحدث مرة أخرى عن أسلحة الدمار الشامل باعتبار احنا نحكي في التلفزيون والتلفزيون الآن أنت قد ما تسمع باللي حكيناه سابقا يجب أن نكرر ونعيد العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل ومن زود العراق بأسلحة الدمار الشامل يعني نظام صدام هو الغرب نفسه وهذا الأمر ثابت ولا يحتاج إلى دليل تقاريرهم الان حتى هذا التقرير اللي كتبه امير نخله يتحدث عن الدعم الذي قدمته الولايات المتحده الامريكيه وعموم الغرب لنظام صدام عسكريا اسلحه استخباراتيا معلوماتيا في الحرب التي شنها على الجمهوريه الاسلاميه. يعني عندما يستخدم صدام اسلحه الدمار الشامل ضد الاخرين ممن هم ضد التوجه الامريكي ومحور الغرب هذا مسموح له عندما يستخدم صدام اسلحه الدمار الشامل والصواريخ البالستيه الممنوعه وحتى بعدين بعدين يعني بعد غزوه للكويت حددوا له المدى مدايات الصواريخ 50 كيلو بس الصواريخ ارض ارض ودمروا البقيه وسمحوا له باستخدام الصواريخ ارض ارض وباستخدام الهليكوبتر والمروحيات اللي ايضا بعد غزو الكويت فرضوا عليه الحظر الجوي تعرفونه فهذا مسموح له ان يستخدم اسلحه الدمار الشامل ضد شعبه وحلبشه بسيط وقبالكم امر بسيط وسهل جدا يعني مثال بسيط اقصد الانفال وغيرها وغيرها. استخدم صدام اسلحه الدمار الشامل. والكارثه انه لم يستخدم اسلحه الدمار الشامل مع الكويت عندما غزاها، لم يستخدمها وكان يمتلكها. لكنهم فرضوا عليه ان يدمر هذه الاسلحه بعد غزوه الكويت وقصة المفتشين الدوليين وراحين جايين معروفة بس الشباب اللي بعضهم بعضهم يعني مخدوع بوسائل الإعلام وهذا الضخ الإعلامي والميديا ووسائل التواصل الاجتماعي اللي أحيانا مع كل الأسف يقولون والله يا ريت نرجع للزمن الجميل وما <applause> ما شو الزمن الجميل ما يعرفون الزمن الجميل كيمياوي ما يعرفون الزمن الجميل انت لابس بسطالك مدى الحياة ما دمت حيا تلبس البسطال ومع ذلك اقول فرضت عقوبات على النظام فيما يتعلق بالاسلحة وتم تدمير اسلحة الدمار الشامل الجرثومية الكيميائية نهائيا دمروها فرق التفتيش كلها اكدت ذلك مع ان فرق التفتيش فيها عملاء عملوا بشكل مباشر وكتبوا بعدين مذكراتهم انسبليكس وغيرهم وغيرهم كتبوا مذكراتهم انهم كانوا عملاء للسي اي اي يشتغلون للسي اي اي مع ملاحظه ان صدام حسين ايضا كان يعمل للسي اي اي وصدام ظل مثل بلاع الموس ما يقدر يقول انا كنت اصير عميل لهم وكلفوني بمهام وما يق... حتى في المحكمه عندما حكم تورط حاكموه وبعدين عدموه لجرائمه غير مأسوف عليه طبعا ها أقول مع اقترابنا من الذكرى العشرين وبذريعة أسلحة الدمار الشامل اللي هي كذبة وثبتت كذبة واعترفوهم الآن هذا التقرير أنا ذكرت لكم سابقا بعض التقارير السابقة هذا التقارير أيضا يقول بصفتي محلل استخباراتي حكومي عشية غزو العراق شعرت بالذهول من ضاله معرفه صانعي السياسه الكبار لدينا بشان تشكيل العراق الحديث وتاسيس الاسلام الشيعي هم فشلنا في اننا لم نقدم المبررات الصحيحه لغزو العراق ام احنا ما كان عندنا مشروع لما بعد سقوط نظام صدام حسين وما عرفنا شنو هذا الاسلام الشيعي هو طبعا يقول تاسس التاسيس الاسلام الشيعي في عام 681 بعد استشهاد الامام الحسين يعتبر الاسلام السياسي الشيعي يعني هذا مفهوم المفهوم الاسلام الحسيني حسيني البقاء يتناوله بدقه وبتفصيل حقيقه يعني لا اقول ك يعني انه غير صادق لا لا هو فاهم المعادله يقول الحسين بن علي في مدينه كربلاء جنوب العراق تم قتله بعد ذلك نشأ مباشرة هذا الإسلام السياسي الشيعي الذي لديه رؤية كاملة عن الكون والحياة والإنسان وبالنتيجة هو الذي يريد أن يحكم العراق والمنطقة والعالم كما يتصور يقول احنا ما فهمنا هؤلاء ما عرفنا هؤلاء شلون يفكرون حتى هو يريد يحذر من من التقارب الايراني العراقي يعني أريد يقول بأنه إحنا أصلا ما فهمنا طبيعة العلاقة التي تربط إيران ومصالحها الجيوسياسية والدينية العميقة الجذور في العراق مع العراقيين وإلى أين ترجع هذه الجذور وتحدث عن تأثير ما يسمى هو يقول يعني مراكز التعليم المعروفة أيضا باسم الحوزات حوزات الدينية والتي توافد اليها الطلاب من ايران ودول اخرى في جميع انحاء العالم الاسلامي لدراسه حسب تعبير اللاهوت الشيعي، يعني جامعه النجف الدينيه ودور المرجعيه الدينيه. فيقر كتاب التقارير الخاصه التي يقيمون فيها تلك الحقبه حقبه الغزو ما بعد الغزو الى الان بأن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق كل أهدافها يقول في كل أهدافنا يقول لا إحنا أمام إحنا نفوذنا وقواتنا وأسلحتنا وكل ما لدينا لا يساوي شيئا أمام نفوذ آيات الله العظام الذين يرأسون هذه الحوزات يقول هؤلاء هم المصدر الرئيس للسلطة الدينية في العالم الشيعي برمته بعد إنشاء جمهورية إيران الإسلامية في عام 79 وما تلاها من حرب العراق ويقول حربها مع العراق في ثمانيات ثمانينيات القرن الماضي تحول رجال الدين الشيعة في إيران إلى مدينة قم في إيران باعتبارها المركز الديني الشيعي الرئيسي للتعلم لا يجي فصل دور يعني يحاول أيضا أن يدس السم في العسل وعودة قوم وتأثير قوم وبعدين النجف مقابل النجف فيما يتعلق بكل هذه التطورات الجارية في المنطقة بخلاصة أختصر لكم القصة كما يلي الولايات المتحدة الأمريكية تقر بفشلها في العراق تقارير رسمية سرية وعلنية لمسؤولين بارزين لخبراء ساهموا في صناعة القرارات الأمريكية خاصة ما يتعلق بغزو العراق يعترفون بأن الفشل لا يزال مستمرا وهذا يعني أن على العراق في نفس الوقت أن يكثف من علاقاته الاستراتيجية يعني مو بس علاقات تقليدية هاي الجوار الجغرافي مسألة وجود الحوزات في البلدين لا لا العلاقات يجب ان تتحول الى علاقات استراتيجيه بين العراق وايران، نحن لاحظنا ايضا في الفتره الاخيره تبادل زيارات مهم جدا. وايضا العراق يقوم بدور مهم جدا لتخفيف حده التوتر، لاقناع الامريكان بانهم يعني من مصلحه العراق ان لا يحصل صدام بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، وهذا ما فعله وزير الخارجيه العراقي في زيارته الاخيره. إلى واشنطن وقيامه بنقل رسالة إلى الجمهورية الإسلامية إجا وزير الخارجية الإيراني حسين عبد الله زار بغداد تسلم الرسالة قال قبل يومين في قناة العالم الفضائية الإيرانية باللغة العربية كشف هذا الذي نحن نتحدث عنه الآن قال نعم مع أنه يقول أن الأمريكان يرسلون رسائل متناقضة قال ارسلوا لنا رساله عبر الاصدقاء العراقيين بانهم مستعدون للعوده الى الصفقه النوويه ونحن جاهزون اذا كانوا بالفعل صادقين. وفق هذه الرساله اخيرا ايضا قام وزير الدفاع العراقي بزياره مهمه جدا الى الى طهران اهتمت بها الاوساط الاسرائيليه الصهيونيه بشكل خاص وكانوا يحذرون يعني مثلا صحيفه جيراليزي كتبت يمكن للحرس الثوري الإيراني تدريب القوات المسلحة العراقية مما يهدد الولايات المتحدة وإسرائيل جيرالوزن بوست هذا عنوان عريض بينما لم يحصل شيء سوى أنه من المفترض يعني مثل ما أنت تقول أنا يعني العراق أه هنالك التزامات أمريكية تجاه أمن العراق أه الإيرانيين أيضا لديهم أه مثل هذا التوجه وعمليا أثبتوا أن لديهم مصلحة، إيران لديها مصلحة في عراق قوي مستقر وعراق قادر على أن يواجه الإرهاب لوحده بعد تدعيم قدراته العسكرية ومن هذا الباب قال الإيرانيون في لدى استقبالهم وزير الدفاع العراقي بأن نحن مستعدون لتقديم كل خبراتنا وكل ما لدينا من إمكانات لكي يتمكن العراق من الوصول إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية. وبرها. ويجب ان تفضي هذه ايضا الى حل المسائل العالقه من القرار 598 والتوصل الى اتفاق سلام بين البلدين وهذا ما يجب ان نتعلمه نحن بالفعل كعراقيين وكجمهوريه اسلاميه وكمنطقه وحتى الامريكان من غزو العراق. ابقوا معنا. اجتماع العقبة أمن الكيان المؤقت أولا. العقبة العقبة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. يتكرر ذكر اسم العقبة هذه الأيام كثيرا. طبعا تعرفون قبل أيام عقد اجتماع مهم وخطير في العقبة بالأردن مدينة العقبة الأردنية هذا الاجتماع قادته الولايات المتحده الامريكيه وشارك فيه الكيان الصهيوني والسلطه الفلسطينيه ومصر والاردن. ضع خط تحت مصر والاردن. التوقيت هنا بالغ الاهميه، لماذا الان عقد مثل هذا الاجتماع؟ تعرفون جيدا ان هنالك في فلسطين قبل أيام حصلت مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس راح ضحيتها أحد عشر شهيدا وعددا من الجرحى من فصيل يسمى عرين الأسود هذا فصيل جديد طبعا أكثر من مئة جرح جريح على فكرة هذول شباب الآن الشباب شوفوا فلسطين لا تستطيع أي دولة في العالم أن تنهي قضيتها على الإطلاق. سمو شاركو السلطة الوطنية الفلسطينية. هاي سموها السلطة الفلسطينية. مو واحدة من أهم الأهداف التي خرجت علينا بعد اجتماع العقبة هو أن تساهم السلطة الوطنية الفلسطينية في تكريس ما يسمونه بالأمن في هذه المناطق قبل شهر رمضان. خشية أن تندلع انتفاضة جديدة لكن في نفس الوقت فلسطين ولادة كل يوم شباب جدد وتنظيم جديد وفصيل جديد عرين الأسود الجامعة العربية تريد أن تعود إلى عرين الأسد صغيرة لأن واحدة من الأهداف أيضا أحبائي هو أنه محاولة إيجاد، احنا قلنا تفكيك العلاقة الاستراتيجية بين ايران وسوريا، وطبعا تفكيك العلاقة الاستراتيجية بين سوريا والقضية الفلسطينية. حاولوا خلال فترة طويلة أن يحصل ذلك، حتى كانوا مستعدين لتقديم الجولان على طبق من ذهب إلى سوريا. فسوريا رفضت. الآن هذا قمة العقبة. قمة العقبة تذكروها جيدا. قبل سنوات طويلة يعني هذه اولا ليست هي القمة الجديدة. كانت هنالك قمة أخرى حصلت تقريبا منذ عقدين في العام 2003 تحديدا. أيضا في مدينة العقبة بوجود الراحل ياسر عرفات. وكان عنوان تلك القمة العودة إلى المفاوضات. عثرت المفاوضات فالعوده الى المفاوضات. لكن في جوهرها جوهر تلك القمه كان هو وئد انتفاضه الاقصى التي كانت مشتعله وكانت نيرانها مستعره تلك الايام. ايضا حضر تلك القمه ملك الاردن رئيس الولايات المتحده الامريكيه رئيس الوزراء الصهيوني انذاك اريل شارون لكن, <كتصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن الذي لم يدعى الى القمه هو ياسر عرفات. ضحكوا عليه وضحكوا على لأن يعني كان محاصر في هاي السلطه اللي سووها له السلطه الوطنيه الفلسطينيه سووا له مقاطعه محاصر فيها شو وقت ما اسرائيل تريد الكيان الصهيوني يعني يرفعون الحصار عنه وش وقت ما يريدون ما يرفعون الحصار عنه هاي الفقره الخطيره اللي دائما نتحدث عنها في موضوع الرحلات الدينيه لانه انت سابقا والان هذا اللي راح نحكي عنه ايضا الاردن كانت هي تشرف على الأماكن الدينية المقدسة في فلسطين بعدين انتزعت تقريبا هذه الـ الـ الإمكانية من الأردن والآن كل الأمور بيد هذا الكيان الصهيوني فاللي يريد يزور الكيان الصهيوني للحاج لزيارة الأماكن المقدسة فعليه أن يأخذ التأشيرة من الكيان الصهيوني وأن يمر عبر بوابات الكيان الصهيوني الأردن شيريد الأردن لديه مصلحة استراتيجية تكمن هو فيما يعتقد في تعزيز قدرات السلطه الوطنيه الفلسطينيه واعاده تاهيلها لاسكات صوت الانتفاضه تحت ذريعه خفض التصعيد وخفض التوتر والعوده الى التهدئه الى الاراضي المحتله ليكون يعني ليهيئ للمرحله الثانيه من هدفه الاستراتيجي الثاني وهو ان الدبلوماسيه الاردنيه كانت تتحفظ في الاندماج في موضوع المحادثات المتعلقة بالملف الفلسطيني كانت تعتقد القيادة الأردنية أن الملف الفلسطيني هو شأن مصري يحولون القضية الفلسطينية إلى عنوان ثانوي الآن الأردن تريد تجي وتنخرط لأن هي عندها موعودة بمشروع كبير هم اسمه العقبة حطوا ليش أقول لكم حطوا خط تحت مشاركة مصر وتحت مشاركة الأردن وتحت كلمة العقبة وما أدراك ما العقبة يعني هاي القضية الفلسطينية تحولت الآن إلى القضية الإسرائيلية وقضية حدود صغيرة يتولاها مرة هذا ومرة ذاك والإسرائيليين شلون يقنعون الصهاينة يعني الجماعة هنا في قمة العقبة شلون يقنعون الصهاينة أن يحلون مشكلتهم الفل... مع الفلسطينيين الآن لو تشوف في الصحافة الإسرائيلية وفي الصحافة العربية المؤيدة لمشاريع التطبيع هذا مصطلح جاي يروجوا له بالسمرار أنا وين نبهت منه في هذا البرنامج بعد اسم القضية الفلسطينية ما تلقى في هذه الوسائل وخاصة الوسائل الكبرى وتحديدا في مراكز الأبحاث الكبيرة يتحدثون عن المسألة الإسرائيلية ويقرون في نفس الوقت بانهم حتى الان اخفقوا في مشاريع التطبيع على الصعيد الشعبي، لكنهم بحاجه الى ان يوسعوا دائره التطبيع على الصعيد الحكومي الحكوماتي، ايجاد مشاريع اقتصاديه مثل انبوب النفط من البصره الى العقبه. العقبه. الاردن تتحول الى دوله نفطيه في المستقبل. شلون؟ لانها ستن... ست... ست يعني طبعا بالايدي العامله المصريه تقوم بانشاء مصافي للنفط، موانئ تجهيز موانئها لتصدير النفط القادم من العراق الى العقبه. العقبه مقابلك انت شنو؟ الكيان الصهيوني. انت عندما تصدر نفطك عبر العقبه الى العالم انت لا تستطيع ان تفرض على الاردن وين تبيع هذا النفط المكرر والنفط الخام فتكون الاردن دولة نفطيه يتعزز اقتصادها ويتعزز اقتصاد مصر لانه الايادي العامله المصريه سهله وغير مكلفه ومتوفره بعدين ينخرطون في هذا المؤتمر يكررون منه نسخه ثانيه وثالثه ورابعه مؤتمر او اجتماع العقبه لترسيخ أمن الكيان الصهيوني وهذا الشعار اللي رفعه الإسرائيليون علنا والولايات المتحدة الأمريكية علنا يعني الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول اجتماع العقبة أمن إسرائيل أولا لا أريد أن أكشف بعض المعلومات الخاصة عن وجود جماعات ممن يسمون أنفسهم بالمعارضة الإيرانية من مجاهدي خلق متواجدون في هذه او في هذا الاجتماع انتم بس تذكروا غرف العمليات التي كانت او غرفة العمليات التي كانت في الاردن تقود ما يسمى بالثوره الربيع العربي في سوريا تذكروها جيدا وتذكروا جيدا المشروع الذي طرحته الاردن آه لمواجهه ما يسمى بالهلال الشيعي والمشروع الذي طرحته الاردن حتى في الايام القليله او الاسابيع القليله الماضيه وفشل لكنه موجود مطروح على الطاوله يمكن ان يحيى ايجاد ايجاد الناتو العربي تحالف عسكري بين الاردن ومصر والكيان الصهيوني لمواجهه ما يسمى طبعا دول اخرى له في المنطقه الهلال الشيعي هذه النقاط حطها في بالك اخي ضعيها في بالك اختي العزيزه وانتقلوا الى المرحله التاليه وشوفوا في رمضان ايش راح يصير شوفوا في رمضان طبعا نحن لا نتمنى ان يقتل فلسطينيون لكن بالتاكيد هنالك مشروع لقمع واخنق اي صوت يظهر داخل فلسطين ينادي بتحرير فلسطين او ينادي بدعم المقاومه لان المشروع الاكبر هو ايجاد مفاصل اشغال اخرى في المنطقه وطبعا على راسها منطقتنا وتحديدا مع الجمهوريه الاسلاميه، وهذا الكلام يراد لتفكيك ان شاء الله في الحلقات القادمه سنقوم بتفكيك هذه المعادله. ماذا يعني ليش الان مثلا هو ليش الان جابوا حكومه في الكيان الصهيوني تعتبر الاكثر تطرفا نعم برئاسه متطرف هو بنيامين نتنياهو بس الحكومه اعضاء الحكومه هي الاكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الصهيونيه المتعاقبه منذ احتلال فلسطين المحتله. من هنا فان المساعي الامريكيه حاليا تنصب على منع تفجر الأوضاع داخل فلسطين لاعتبارات خارجية موضوع المفاوضات مع إيران فرض شروط على إيران محاولة تركيعها هناك حركة تجري في, في اليمن محاولة أيضا تجديد الهدنة أو تمديد الهدنة على حساب مصالح الشعب اليمني وموضوع لبنان ليس ببعيد في قضية الفراغ الرئاسي وقضية الترسيم الحدود البحريه وموضوعات كثيره كثيره جدا طبعا على راسها ايضا الازمه في سوريا وكيف تعود السياده الكامله لسوريا بعد تحرير ادلب وهذه ايضا موضوعات اتحدث عنها ان شاء الله في الايام القليله القادمه في امان الله